بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غادي نكون مازال بخلوق نكون موجز إن شاء الله. تدخل ديالي هو عبارة يعني حنا كنشوفوا أنه الأغلبية ديال الإخوان الممثلين ديال الشبيبات، ففي هذا الوقت هذا عوض أن نتكلم عن عزوف الشباب عن الانخراط في العمل السياسي، يعني كما قال الأخ اللي قبلي خص يكون واحد البرنامج موحد بين هاد الشبيبات لتكوين هاد الشباب باش أننا نأهلو يدخل الانخراط في العمل السياسي، وتيكون عندنا واحد الوعي السياسي، لأنه حاليا كنشوفوا بأنه كنقولوا ديما كاين وعي سياسي، أنا ما كنشوفش هاد الوعي السياسي، وإنما ذاك الربيع العربي لما ثبت واحد الموجة جات عطاتنا واحد فينقة سياسية، كما نقولوا بلاميير نفاق بغا يدخل في العمل السياسي وبغا يدخل العمل السياسي، ولكن ما قالوش الطريق، خصو واحد التكوين وخصو. ثانيا واحد النقطة ديال 20 فبراير كنذكرها عند الأخ ما عرف سميتو، بأنه يعني ذكر المخزنة ديال شبيبة العدالة الأممية بأنها ما بغاش ما دخلتش 20 فبراير وبغات تسمية أخرى. كنقولوا بأنه شبيبة العدوية حسان يعني باين التوجه ديالها بأنه ما غاديش تكون مخزنية، ولكن حتى هي ما بقاتش في الطريق ديال 20 فبراير، نظرا لأنه هاد 20 فبراير ما كانش على أسس قوية اللي ممكن أنها تبني واحد الشباب وواحد الحركة نضالية قوية اللي ممكن أنها تحقق أهداف.